بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضوان. المشكل هذا وشيك وخطير ودقيق ولا سبيل إلى الاستماع في النطق بالكلمة الصحيحة. يا أخي الله سبحانه وتعالى قلت لي خلقنا لكي نعبده، فكيف يطلب منا العبادة وهو ظالم لنا؟ أنعبد من ظلمنا؟ أنعبد من نتوقع منه الظلم؟ هذا لا يجوز حق الله. لا تناقض فيما أمر الله به ونهى عنه، لا تناقض. التناقض وفاح من الأشياء. أنا حين أقوم بعمل، هل أنا من منطلق الحرية والاختيار والاستطاعة أم لا؟ فإن كان هل العناصر اللي كانت موجودة فيها، فأنا أصبحت مسؤولا من دون ما اللي ربي تدخل. ما أقولش تدخل الله غصبا عني أو في غفلة مني، هذا لا أقوله، لأنه ولي ربي تحايل علي وهذا لا يجوز. الله يتحايل على أهل الحيلة ويكيد أهل الكيد. أما المؤمن قادم على معصية، الله سبحانه وتعالى أمر الرفيق اللي على اليسار أن يهدأ ولا يكتب تلك المعصية إلا حتى بعد ساعات، لعل الإنسان يستغفر ويكون يعود فيها 70 مرة باليوم، فالله لن يكتب عليه. هذا اشتراك ربي حين كان غالب على أمري، ليس بظلم ولا بمكيدته، فهم ولا لا؟ بعيد يبتلي أحنا نختار، لم يقع علينا ضغط خارجي وتهديد بالقتل لم نصنع تلك المعصية. احنا وقت اخترنا ما يفسد امرنا مع الله، لكن الاختيار مش معناه ما انا اخترت بمنأى عن ارادة الله. الارادة لا اعلمها، لا اعلمها الارادة، الارادة لا اعلمها، وربي غيب عني ارادته الحقيقية لكي اكون حرا نوعا ما في الاختيار وفي الانجاز. اكون لا لكي يولي عندي مسؤولية، عندي اختيار، لكن مش مع الوقت اللي هو غيب عني امره في امري انا، ولا شقضاء في امري انا، كي غيب انا وليت عندي شيء من دون الله، لا يجوز ابدا. يا الله لا تجب تعرفه الا بكون سيد في المطلق ومالك المطلق وحاكم المطلق ومصير المطلق. بينه وبين معصينا لا يكتب على ربنا، يكتب علينا.